انسحابات متتالية من تحالف ما يعرف بائتلاف دعم مصر الذي يسعى اللواء سامح سيف اليزل لتأسيسه في البرلمان بعد أن لحق حزب المصريين الأحرار بحزب الوفد وقبلهما مستقبل وطن الذي أعلن هو الآخر الانسحاب من التحالف. انسحاب الأحزاب جاء حسبما أعلن بسبب الشروط المجحفة التي وضعها الائتلاف على النواب وعلى أحزابهم التي يمثلونها، ومنها أن يكون النائب تابع فقط للائتلاف في كل قراراته دون الرجوع إلى حزبه، وهو الأمر الذي رفضته الأحزاب بشكل كامل. يعني في مجموعة مسيطرة على الائتلاف تقدر هي تفرض رأيها على الائتلاف، والائتلاف بحكم أن عنده أغلبية ميكانيكية يمشي رأيه على البرلمان. رجعنا تاني لنفس السيناريو، أن في مجموعة صغيرة بتقول موافقة، يرفع الكل إيديه وراها موافقة، واللي ما يرفعش إيده وماله بس مش هيفرق في نتيجة التصويت. إذن إحنا كنا أمام محاولة لإنتاج حزب وطني أو حزب وطني أو اتحاد اشتراكي جديد، والحمد لله أن المحاولة ديت فشلت. لكن نوابا لا يزالون داخل كتلة دعم مصر قللوا من تأثير انسحاب تلك الأحزاب، وأكدوا أن التحالف مستمر لأن أغلب أعضائه من النواب المستقلين، فضلا عن أحزاب صغيرة مثل مصر الحديثة وحزب الشعب الجمهوري وحماة الوطن. هي الكتلة الرئيسية كتلة المستقلين، وفي الحقيقة هم زي ما هم موجودين وبرضو تعتبر الكتلة الكبيرة، فأنا مش شايفة أن ده انشقاق، وشايفة أن ده حق مشروع لكل حزب، وشايفة أن التعددية بتسري الحياة السياسية. تأتي التصدعات داخل كتلة دعم مصر بعد ساعات من تغيرات أخرى واسعة في وزارة الداخلية المصرية شملت مدير الأمن الوطني، ما جعل بعض المحللين يرجح وجود علاقة بين الأمرين. نتيجة التدخلات الخارجية لبناء هذا التحالف أدى في النهاية لعدم الاتفاق حول الخطوط الرئيسة واللائحة الداخلية لهذا الائتلاف. وأخيرا أعتقد أن انسحاب مستقبل مصر هو حزب مستقبل الوطن هو انسحاب تكتيكي مرحلي وليس انسحابا كليا، ويتضح هذا مع عملية التصويت داخل البرلمان. الانسحاب المتتابع للأحزاب من ائتلاف ما يعرف دعم مصر الذي أطلقه سامح سيف اليزل يشير إلى عدم قدرة أي من الأطراف على حسم الأغلبية تحت قبة البرلمان، ويطرح المراقبون تساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة مستقبلا على المشهد البرلماني في مصر. محمد عبد الله، الحرة، القاهرة.